قاليش. ما قالكش ايه؟ بقول لك عمي مات، اخوك مات يا رشدي وانت قاعد بتشوي هنا. اشوي ايه؟ ده هي اللي جايه محروقه. اخويا مات يا بنت الفقريه، فوتي عليه بالاسود اللي انت لابساه ده. انا رقم 010 والباقي كله حايد. اشوفك بعد الـ40. يا عم اخوك مات، مات. طيب عرفت انه مات واللي انا باظي وادينا اهو حزين اهو. عمك اللي في الصور ده شبه عبد الحليم قوي. انت حمار يالا، ده عبد الحليم. ما انا عمي كان عازف ناي في فرقته. امك جايه ليه؟ معرفش. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. انت عرفت ازاي؟ من عبد الرحيم سكرتير المرحوم. فيه الخير عنكم. ماما جو صاحبي الدكتوره ساوسه. سوسن مبادئ. جو ده اسمك في البطاقة؟ لا، أنا اسمي في البطاقة رجب عبد الصمد رجب. وبتشتغل ايه يا رجب؟ أنا طنط أتخن دي جي في مصر. عبد الصمد ودي جي؟ طب تيجي ازاي دي؟ كده ايه اللي أنت جايباه معاكي ده؟ مش ده صاحبك؟ أه صحيح. أه مبادئ يا سيدي. خلصت؟ آه، سعيكم مشكور. مات صاحب الهي الحزين وساب جوانا جرح أليم. ماتت الرومانسية من بعده، من بعده ماتت الرومانسية. هو ده ماله خشب كده؟ ده اللي فضل منه يا بابا. أخوك المرحوم ساب وصية مع جاد الرب المحامي، وجاد الرب جاي بكرة إن شاء الله من البلد، وبعد العزاء هيفتح الوصية في حضوركم وحضور الدكتورة سوسن. بمناسبة ايه الدكتورة سوسن تحضر فتح الوصية؟ مش كفاية خلعتني وطردتني من البيت؟ علشان انت راجل هلاس وعلمت ابنك يبقى زيك يا راجل يا موبوء. لا ارجوك سيبهولي، اصل المرحوم معلمني اعزف عليه علشان لما هو يموت نايو ما يسكتش ابدا ابدا. انا ارتبطت بيه عاطفيا. بالمرحوم؟ لا بالناي. خده، انا مش عاوزه. أنا شخصياً ماشي مع طبلة، بس طبلة إيه؟ طبلة طبلة. ها؟ المقرئ ما جاش ليه؟ زمانه جاي. إيه الدخان ده؟ هيرصوا حجرين على روح عمك، ما أنت عارف كان بيعز الجوز قوي. أروح أنا أظبط الصوت ده عبال ما المقرئ يجي؟ اتكل على الله. ماشي. شد حيلك يا دكتورة. شد على الله. تفضلي حضرتك. ميرسي. تفضلي. ما تزعيش نفسك قوي يا طنط عشان الزعل يبين تجاعيدلي تحت عينيكي. موه تشاو. تجاعيد؟ علي يا ابني البيت شوية. ايوه فل قوي كده. هلو ايفريبادي، انا البقاء لله. شوف صاحبك ابن العبيطه ده، هو فاكر نفسه في الديسكو. هو لسه عمل حاجه؟ ده لسه هيسخن اكتر من كده. اه بنوازي وبنشاطر وبنعزي حبيبي وصاحب الضيقه، وبنقول له كلنا دايما دموع دموع دموع. علي يا ابني البيت شويه. وبنقول له كلنا ابقى يا حياتك يا دايما. حياتك الباقيه يا جو يا حبيبي، يعني ميرسي على الكومبليمون اللطيف ده. عارف لو طلع نقطه هروح اقتله لك. حبيبي تقوم مش بحاجه يا اخي. الحبايه اللي انت جايبها لي دي مهرشاني قوي. اقدر اقول يا صاحبي.
ده انا دماغي بتاكلني يا معلم. طب بقول لك ايه؟ معايا حاجه ثانيه. انت سكرت ولا ايه؟ مسكوته. حلاوتك يا جدع، الواد ده جدع، والله العظيم الواد ده جدع. ده جدع؟ اه. احسن لك روح سكته، يا روح اجيب لكم البوليس يقبض عليكم عشان حبوب اللي عمالين تنطوروها في الصوان دي. اجيب لك واحده؟ معاه مصاريبه؟ هشوف لك. لو ما لقيتش هات لي تراما جاك. ماشي. سمعت خبر وحش قوي. ايه؟ انت سبت الواد بتاعك ولا ايه؟ ايوه. كنت بقول لها ده دايما ما معهوش ما يلزموش، هيصرف ايه في الحياه؟ قليله برضه كده، لم الحاجه بقى. لا لم ايه؟ ده انا لسه ما قلتش كلمتين على بعض وبعدين الحبايه لسه ما اشتغلتش. امال مهرشه دماغ اهلي ليه؟ انت طفشتها يا تايجر. ايه البتاع ده؟ ده الماي. وحدون. عليا النعمة، الناس دي كلها مؤمنة. مستعجل ليه؟ لسه السهرة طويلة. بقى لله، المقرئ فين؟ انت هتوترنا ليه؟ مليلة زي الفل. هارد لك يا انكل. انكل هارد لك؟ ليه خسرت الدوري؟ اقص عليك يا انكل. اقص على اللي جابوك. سعيكم مشكور. سوري يا انكل، ما بسلمش عشان الفلونزا خنازير. مين الخنزير ده؟ ده وائل. انا رايي تلم اصحابك توديهم على عزا الحريم. ما انا بعت واحد. قال الله. قال الله المرحوم سرح. وانت مش ناوي تسرح. مين ده؟ ولا اعرفه. اللهم طولك يا روح. طب ده شكلك متضايق قوي. بليز عيش اللحظه، ما تزعليش نفسك ولا هيجي لك هارد اتاك. ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ وانت مالك وتقول لي انت ليه؟ الله، هو انت انتي ولا انتي انت ولا انت انت ولا انت اشتاق؟ انا داري وانت مالك. وايه البلاوي دي؟ انا مش فاهم. ما تزعليش نفسك يا دكتور، احنا كلنا جو 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 انت جاي السراع عندنا مش تقول؟ تديته يالا؟ ما اديتوش حاجة، ده أول ما شاف البرشامة مات. المقرئ فين؟ الليلة العسل دي. عسل إيه؟ الناس بتموت أهي. مين مات؟ جاك. بقى لله، هو اللي عزمه مختار؟ يا أنا افتكرتك، أنت لسه ما لقيتش عزمه. هو اللي عزمه مختار؟ لا ده عزا ورثة أم مختار. طب ما قلتلكوش حاجة وحشة. لا خد راح فين؟ مدام جه تخش عزي. لا خلاص عندي ميعاد مش هقدر. خش خش. مش هو ده مسكين بقاله 7 سنين بيدور على عزا أم مختار. مش عزي. خد يا لك. خد يا بسم الله الرحمن الرحيم. دورامي فاصل. دورامي ايه يا متر؟ انت هتغني ولا ايه؟ ما تنجز. الراجل نازل السلم براحته بدل ما يتكوم على وشه. لا لا لا، دي مش بتاعت السلم، دي اخر الحان المرحوم التي لم تظهر للوجود. الحمد لله، اهو ساب الوجود كله وقابل رب كريم. يلا يا استاذ جاد، اقرا الوصيه من فضلك. من عناية جزء 6. بسم الله الرحمن الرحيم. أوصي أنا سليم سلامة وأنا بكامل قواي العقلية بأن تقول كل ثروتي لابن أخي سليم رشدي اللي اتسمى على اسمه. الله أكبر يحيى العدل. الله يخليك يا عم وطول لنا في عمرك. هو فين عمي عشان أبوسه؟ تبوس مين؟ الراجل مات. اقعد بقى. الوصية دي فيها حاجة غلط، هو يقصد لأخي رشدي، مفيش ابن. أصل أخويا كان بيفك الخط بالعافية، أنا عارفه. بص حضرتك يا بيه، مفيش غلط ولا حاجة، ربنا ما يجيب غلط. وذلك بعدة شروط، وهي نظرا لأخلاق سليم ورشدي التلفنة والبيضي. واحد، أن يبحث سليم على بنت أصول ليس لها علاقة سابقة مع أي شاب، يعني محدش لمسها أبدا. بالعربي الفصيح كده نو تاتش. عندها تانية يعني ولا إيه؟ أو بالكهرب يعني. على الأصل دور يا محترم، مش من الكباريهات والديسكوهات والمواخير اللي بتسهر فيها. ده وقته احنا فيه ولا في ايه؟ ايه يا عم الوسيله المنيله في 60 نيله دي؟
الاهم من ده كله بقى يا استاذ سليم انك تطمعها بالجواز. ثانيا، مدة البحث عن الفتاة لا يستغرق اكثر من 40 يوما، واذا لم يتم العثور عليها تؤول الثروة الى الجمعيات الخيرية ودور الايتام. فرحان بنفسك قوي يا اخويا. لا ده كده هاصل، اخويا اتجنن. ايوه اخويا مجنون، وانت السبب، انت اللي بوظت بقى اخويا، انت اللي كنت نبدأ له في اخر عيام. لو سمحت بلاش غلط، انت عايز كل حاجة على الجاهز من غير تعب. تعب؟ هو حد يتعبني في حياتي كلها قدك يا متعبة؟ مش كفايه انك خلعتيني زي المسمار المصد وفضحتيني قدام الناس؟ مش كفايه حرمتيني من ابني وخدته مني وطلعته بايظ زيك يا موبوء؟ نعم جريس يا ابني، انا كده مش عارف اقرا الوصيه.